كاين امر اخر الوليدات اللي تيديروا صبعهم في الفم ديالهم هذيك حتى هي كدير نفس المساله ديال السكاته او اكثر تماما نفس الامر ديال السكاته وهذه القضيه هذه ديال الاسبوع كنظن وكيبان لي زعما حسب التجربه ديالي وحسب الوليدات اللي كيجيو عندي كتكون كتبقى حتى العمر متاخر اكثر من السكاته صح السكاته الوليد كيوصل ولا البنيته كتوصل لواحد لاج ما يمكنلهاش تبدا تمشي للمدرسه بالسكاته ديالها صافي كتهي بوحديتها ولا هو بوحديته كذا بينما العاده ديال الصبع ديال نص الاسبوع وي كتكون العواقب ديالها ماشي العواقب وانما التشبت ديال الطفل بها كفس بيغ لان كيولي حتى في النعاس ديالو ما يقدرش ينعس بلا ما يدير الصبع ديالو واخا كبر واخا زعما فات واحد العمر معين واخا دخل المدرسه هذا في الليل اولا ملي ما كيشوفو حتى شي حد راه جالس ودير الصبع جالس في لاكلاس ودير الصبع ديالو في فمو اولا ناعس اولا متكي ودير الاصبع ديالو في فمو حتى هي كتغير الشكل ديال الفك ديال الفم وي حتى هي كتغير الشكل ديال الفك ديال الفم مزيان اللي هضرتي على هذه النقطه بغيت نشير لواحد المساله اخرى هي ان الطفل ملي كيوصل لواحد العمر ديال 13 عام 13 ونص تقريبا كيكون كمل لا كروسونس النمو ديال الفك ديالو دونك ما كيبقاش عندنا امكانيه على اننا نعالجوا هذه المشاكل هذو يعني بحال دابا مثلا الطفل خلق لينا واحد المشكل ماشي بالاراده ديالو تخلق لي واحد المشكل في العظم ديال الفك الا فات 13 ونص زعما كحد اقصى ما كيبقاش عندنا حنا الامكانيه ديال اننا نصلحوا بعض المشاكل في الفك داكشي علاش ولا بد الوليدات يخصهم يستشروا الطبيب الاخصائي في التقويم قبل ما يفوتوا 13 عام نعم غير باش نفهموها دكتور ايمان بشكل اللي هو موضح دابا انا ولدي اولا بنتي تيديروا السكاته اولا كيمسطوا الاسبوع ديالهم اولا في العادات ديالهم كيف قلنا السكاته اللي كنديروا فيها لي سيريال وغيرها من الامور وهاد الامور كلها اولا الكومبوت ديال التفاح هادشي كامل المده اللي هي زمنيه شويه طويله ياك اثر على الفك ديالو وتفاوت الفك او الاعواج او شي حاجه من هاد القبيل قلتي اننا ما خصناش نفوتوا 13 سنه ونص كحد واش هنا كان بداو كيكون مثلا الاصلاح او العلاج قبل 13 عام كيكون شيء ومور 13 عام كيكون شيء اخر تماما كاينين شي حوايج غادي نوصف لك العظم ديال الفك بحال العجينه اللي قبل من 13 ونص كحد اقصى قبل من داك لاج كيكون عندنا الامكانيه في اننا داك العجينه نقادوها كيف ما بغينا ونشكلوها كيف ما بغينا ملي كيفوت الطفل هذا العمر هذا كيولي صعيب علينا اننا نعالجو شي حوايج وكيولي مستحيل كيولي شي حوايج كيوليو الا كان شي مشكل في الفلوس في العظم ديالو كيولي ما يمكنش اننا نعالجوه الا ما لجاناش للجراحه فوالا يعني كيولي قبل 13 عام ممكن اننا نعالجو بالتقويم ماشي بالتقويم كنعالجو بواحد لي زاباغياج اللي حنا كنسميهم ديال لوغتوبيدي اللي كيعاونونا باش اننا نوسعوا الفك الا كان عندنا ضياق اولا اننا ممكن اننا نلعبوا في جميع الاتجاهات الممكنه باش نعالجوا بعض المشاكل اللي كتكون في العظم قبل من هذاك لاج اون فوا الطفل كيفوت هذاك العمر 13 ونص كو سوا كان بنيته اولا وليد اون فوا كيفوتوا هذاك لاج كيولي في بعض الحالات مستحيل على اننا نعالجوا داكشي اللي كنا باغيين نعالجوا بلوغتوبيدي اللي هما دوك لي زاباغياج اللي كنديروا كيولي خصنا نلجؤوا للجراحه نعم داكشي علاش ولا بد انا ديما كنصح لي باسيون ديالي انهم يشوفوا الطبيب الاختصاصي في التقويم ما بين ماكسيموم 13 العام باش حنا يبقى لينا داكشي شويه فينا دا قبل ما يسالي النمو ديال العظم ومينيموم 9 سنين تقريبا بعض الاحيان كناخذوا وليدات تقل كاع الا كانوا مشاكل اخرى ولكن عامه 9 سنين راه صافا 9 سنين الا جا الوليد ولا البنيته في العمر ديال 9 سنين راه باقي عندنا شي شويه ديال الوقت فين نخدموا يعني باش هادو الناس الوليدات اللي عندهم مشاكل ديال الفك هنا الوليدات اللي ربما تيكون عندهم مشاكل على العوجاجات ديال الاسنان امتى كيحتاج الوليد للتقويم في اي سن واش هو عنده واحد السن معينه او لا دابا العوجاج ديال الاسنان كيقدر يكون مرتبط غير بالسنينات بوحديتهم السنينات ما جالسينش في بلايصهم والفك مزيان فهاد الحاله هادي ماشي مشكل
وقت ما الطفل زعما اي اج وصل ليه اي عمر وصل ليه وعاد بغى يعالج المشكل ماشي مشكل. نعم. تقويم خدام لينا بوحديتو. تقويم يعني كنهضروا على لي باك يعني معروف عند الناس بلي باك او لا سلك في اي عمر ماشي مشكل. بينما الا كان مشكل ديال وحيت العوجاج مثلا كيبان لك السنان ديال الفوق زايدين القدام. نعم. في بعض الاحيان ما كيكونوش غير السنان بوحديتهم اللي فيهم المشكل, كيكون المشكل في السنان وفي الفك. صح. في هذه الحاله هذه هي اللي هضرت على انه ولا بد الطفل كسوا كان مثلا الفك الفوقاني زايد او الفك التحتاني زايد او عندنا بعض المشاكل كيجلس في العظم, الا فات الطفل 13 ونص ماكسيموم ما كيبقاش عندنا كيفاش نديرو نقدوهم, كيولي خصنا نلجؤوا للجراحه زائد التقويم زائد لي باك. صح. الا كان كي قلت لك المشكل يعني غير على مستوى الاسنان يعني سنين ناس ما مقادينش في بليصاتهم, ما عندناش مشكل في العظم الحمد لله, العظم في بلاصتو ما عندناش هذا الاشكال, فراه التقويم بوحديته كافي وماشي مشكل. يعني ماشي مشكل ديك الساعه كيبقى الاختيار الاباء فوقاش غادي يقدروا زعما يوفروا لوليداتهم هذا العلاج. نعم. ربما سبقنا شويه الاحداث في الحلقه ولكن معليش, بما اننا تنتكلموا على التقويم او السلك او لي باك كيسموها المسميات ديالها, كاين بزاف الناس او بزاف الوليدات اللي كنشوفوهم تيديروا هذا التقويم واحد المده ديال الزمن. اشنا هي المده اللي ما خصناش نفوتوها؟ حيت كنشوفوا وليدات كنعقل على وليدات انا ملي شفتهم اول مره باقيين دايرينهم الان, يعني ما واش فعلا كيطولوا هاد المساله هذه ديال الوقت. هذه اول حاجه كيسولني عليها المريض فاش كيجي عندي باش يدير لي باك شحال ديال الوقت غادي نبقى دايرهم. هاد السؤال هذا للاسف ما كنقدروش نجاوبوا عليه لان كيدخلوا بزاف ديال العوامل اللي هما اللي غادي يحددوا لينا شحال ديال الوقت غيخصنا باش نقادو السنان. اولا واش المريض سواء كان طفل او شخص بالغ واش كيلتزم بالمواعيد ديالو فاش كنعطيوه لي كونترول يجينا في داك مره في الشهر واش كيجي ولا لا, لان الا ما كانش كيجي فرحنا حابسين لو تريتمون راه حابس. نعم. كاين عاوتاني العامل ديال واش في الدار كيتبع داكشي اللي كنعطيوه, لان كاينين شي حويجات كنعطيوهم للمريض باش يمشي للدار ويديرهم. دونك خصنا نشوفوا واش هو منضبط في داكشي اللي حنا كنقولوا ليه يدير في الدار ولا لا. نعم. كاين ثاني المساله ديال على حسب الاشكال اللي اصلا عندنا. واش اشكال اللي بسيط ودغيا غادي يتحل اولا اشكال اللي خصو بزاف الوقت. دونك ما كيمكن ليناش نحددوا بالضبط المده, ولكن نقدر نقول لك لا مويان يعني لا مويان تكون واحد عامين ونص الا جمعنا لا مويان يعني هذا بالتاخيرات بكل شيء. راه هو عامين ونص ممكن يعني الناس اللي كتبقى 4 سنين وست سنين واش كي اثر سلبا يعني عود ما نقادو كنوليو تنخسروا. دابا الشخص اللي غادي تلقاه يبقى بالتقويم 4 سنين 5 سنين غالبا غادي يكون حتى هو كيغبار على الطبيب ديالو, ما كيمشيش في المواعيد ديالو, دونك حتى العلاج كيتاخر, لان دابا الناس اغلبيه كسوا كانوا اطفال او اشخاص بالغين كيقول لك انا مشيت عند الطبيب ديك مره في الشهر غير باش يزير ليا غير كيزير لي ما دار ليا والو غير بدل ليا لاستيك راه ما دار ليا والو, بينما لا هذاك المره في الشهر هو المريض راه ما عارفش حنا شنو كنكونوا كنديروا, هذاك الشانجمون داك التبدل اللي كنديروا راه عبار هذاك, وهذاك راه حساب اللي كنمشيو به. يعني الا زقلتي غير حصه واحده في الشهر راك اخرتي شهر الخدمه. نعم. لان هذاك السليك اللي كنكونوا دايرين ودوك لاستيكات اللي كنكونوا دايرين عندهم واحد المده العمل اللي هي تقريبا حنا لا سيونس العلم استيماها في 4 ديال الاسابيع في الشهر. نعم. دونك انت ملي كتصافي كتكمل ديك 4 الاسابيع داك السليك اللي كنا دايرين ودوك لاستيكات اللي كنا دايرين سالوا الخدمه ديالهم. صح. دونك انت ملي كتفوت هذاك الشهر راك ما بقيتش داك الشيء اللي في الفم ديالك راه ما بقاش خدام, كيخصك تجي عند الطبيب باش يبدل هذاك العبار اللي كان داير ويدير عبار كبر باش يقدر يافونسي في العلاج ديالك. ماشي غير تزيار. ماشي غير تزيار. باش الناس حتى هذه الكلمه اللي كنسمعوا انا غنمشي عند الطبيب انسان باش يزير لي باش يزير لي باش يبدل لي لاستيك فوالا باش يزير لي هادشي. هذه هي الكلمه الشائعه اللي كنسمعوا اليوم ماشي غير تزيار, وكيف قلتي الانسان كيضيع عليه واحد الفرصه ربما اللي كتخليه ان الامر كيتفاقم شويه عاود ما كي الاسنان تيتقادوا كنبداو نضيعوا تماما. كي هو دابا كيولي هو زاد على راسو الوقت ديال العلاج, كان ممكن واحد العلاج يكمل في واحد المده قصيره كيولي الشخص هو زاد على راسو. لا ناهيك ناهيك على كاينين وليدات وماشي غير وليدات باش ماشي غير زعما الوليدات الصغار حتى ناس حتى شباب اللي كتلقى انه هو كيبدا يحيد السلك راسو كيخلي غير وحده ولا جوج هذوك اللي باقي يبقاو على سنه وجوج. وي
بصح. وكاين كاين كاين شي مرات انا راه كيجيو عندي بعض المرضى اللي مثلا كيكون داك السليك اللي كيكون دايز الوسط حيدو هو الراس مثلا كان كيجرحو ولا كان كيبرصطو وجرو كامل حيدو وجلس بلاش صافي راه ماشي مشكل وقت ما مشيت عند الطبيب. بينما راه كل جزء من هذاك الشيء اللي حنا دايرين في الفم كسوا كان صغير كسوا كان كبير راه كيداير الخدمه ديالو. الا حيدنا غير طريف واحد ولا حيدنا راه درنا واحد الخلل في الخدمه ديال لي باك. واضح. الناس اللي ما تيتغيروش لهم سنان الحليب وكيتسوسوا لهم اشنو العواقب؟ حيت كاين الناس اللي ما تيتحيدوش ليهم يعني كتفوت لاج ديال 6 سنين جو بونس 7 سنين تما فاش كيبدا يطيحوا لهم كيبداو يتحيدوا اشنو كيوقع؟ هنا عندنا جوج ديال الحالات يا يعني اما اللي كنسميوه حنا لاجينيزي يعني الشخص ديك السنه الدائمه اللي غتجي في بلاصه ديال سنه الحليب ما كايناش كاع نهائيا ما كايناش في العظم واخا كنديروا الراديو ما كتبانش لينا باللي راه غادي تنوض. نعم. هذه حاله كتوقع نادرا ولكن كاينه كنشوفوها. الحاله الثانيه اللي ممكن توقع هو التاخر يعني الشخص عنده سنينات ديالو غير هما مازالين معطلين باش انهم ينوضوا. في الحالتين بجوج في الحالتين بجوج خصنا نحافظوا على دوك سنينات الحليب لان الا كان عندنا كان عندنا ما كانوش نهائيا هذوك السنينات اللي غادي ينوضوا ما كانوش كاينين في العظم والشخص عنده هذا الاشكال هذا هذيك سنينات الحليب في بعض الاحيان كنخليوها لان كنخليوها لانها كتحل لنا بزاف المشاكل لان ما كايناش هذيك السنه اللي غتجي تعوضها. هذيك السنه ديال الحليب كنخليوها لواحد المده قد ما بقات شاده لينا راه مزيان ما بقاتش نهار ما كتبقاش شاده لينا داك الساعه كنعوضوها بشي حاجه ديال شي حاجه ديال لابروتيش شي جزء تعويضي ولكن كل ما بقات شاده لينا كل ما مزيان. هذيك الحاله ديال ان ما كايناش كاع السنه الدائمه ملي كيكون تاخر راه بحال الشخص الطبيعي التاخر كيوقع ولكن اوفينال يعني في نهايه المطاف راه السنينه غادي تخرج من غير الا كان شي حاجه اللي حبسها يعني كان شي تراكبات كان شي تزاحمات اللي ما خليناهاش انها تخرج ولكن هنا كديروا مساعده الا كانت مثلا طاحت السنه ديال الحليب وبقات ما خرجاتش السنه الدائمه على حسب على حسب علاش ما خرجاتش واش ما خرجاتش غير الطفل عنده شي شويه ديال التاخر وراها غادي تخرج ما كايناش شي حاجه اللي حبسها اولا ما خرجاتش لان الوضعيه ديالها محطوطه في واحد البلاصه اللي بحال دابا مثلا على سبيل المثال النياب في بعض الاحيان كنلقاوهم خارجين في اللها كيكونوا محبوسين في اللها ديال الفم. في هذه الحاله هذه السنه ما يمكنش انها تخرج لانها محبوسه في ذاك البلاصه كنلجؤوا للجراحه باش نجروها اولا الا كانت مثلا السنه كي قلنا قبيله مثلا السنينه ديال الحليب حيدناها قبل من الوقت ديالها لانها تسوست وتعفنت واضطرينا اننا نحيدوها قبل من الوقت ديالها. السنينات اللي كيكونوا في اليمين وفي اليسار كيسدوا لها البلاصه ديالها فهي فاش كتبغي تخرج ما كتلقاش المساحه ديالها فين غادي تخرج. فهاد الحاله هذه كتبقى مسكينه محبوسه تما دونك كنلجؤوا مع بالتقويم كنلجؤوا لاننا نحلوا لها المكان ديالها باش تخرج. وكاين للاسف كنلقاو بزاف ديال الوليدات اللي كنلقاو ان السنان ديالهم راكبين على بعض. يعني انا كتلقى السنه كتبقى اللور وديال الحليب كيبقاو ديجا القدام يعني بحال انها خرجات وسنان الحليب مثلا خرجت بلاصه اخرى يعني هنايا واش كديروا ان غير كيتحيدوا دوك سنينات الحليب وكيدار التقويم او لا شنو تماما الا مثلا السنينه الدائمه خرجات غير هي مخرجات من ديكالي على البلاصه ديالها والسنه ديال الحليب بقات دوك السنينه ديال الحليب كنحيدوهم وكنديروا التقويم من بعد على حسب لاج ديال الطفل كنديروا التقويم وكنرجعوا كل حاجه للبلاصه. جميل. هنا نرجعوا للتسوس. الى هذا التسوس دار في الدراس بزاف يعني وليدات اللي كملوا السنين ديالهم هذه المسائل حتى التسوس ماشي غير الوليدات صغار مع لي بونبون مع هذا الشيء كامل وهذا الشيء عدم تنظيف الاسنان وهذه الامور ولكن كاين حتى وليدات اللي هما في المراهقه وغير كتلقى فعلا انهم عندهم تسوسات كاينين حتى ناس كبار عندهم تسوسات. هاد التسوس الا بقى شنو تيقدر يدير؟ اول حاجه غيدير لك بعدا هي الحريق. الحريق ديال الدرسه كنظن راه غني عن التعريف. اولا بزاف ديال لي كونسيكونس الالم التعفنات الدرسه صافي اون فوا كتوصل لواحد ليطا اللي حنا ما يمكنش لينا حيتاش كيكون باقي عندنا فين نصلحو ولكن اون فوا كيوصل السوسه كتوصل لواحد الدوغري واحد الدرجه اللي ما بقاش فيها عوده اللور كنضطروا اننا نحيدوها. مني الدرسه كتحيد فراك وليتي خصك تلجا لي زاباراي وليتي خصك لا بروتيز باش تعوض داك النقص اللي كاين. دونك بزاف ديال واحد السلسله ديال العواقب اللي كتنتج على السوسه. دونك السوسه الا كانت صغيره ونقيتيها راك نقيتيها ودرتي في بلاصه العماره وتهنيتي. نعم. خليتيها بقات كتزيد تغرق لان السوسه اون فوا كتوصل لواحد لو ستاد ما كتبقاش تحبس
واخا انت تحسن البروساج ديالك وخا تحسن التنظيف ديال الفم ديالك فراه ما بقاش غادي تحبس، كتبقى غاده وكتغرق كتبقى غاده وكتغرق، وكل ما زادت غرقت كل ما العواقب كيزيدوا. الا كانت باقا ما وصلتش للعرق راه صافا راه كنعمروها، كانت وصلت للعرق كنوليو خصنا نغسل العرق. دارت لينا شي تعفن في تحت ديال الجدر كيولي عاوتاني خصنا نعالجو هذاك التعفن، كان تعفن كبير ولا خصنا نحيدوها. دونك يعني سلسله ديال العواقب اللي كتبقى غاده وكتزاد كل ما اخرتي العلاج، كل ما راك زدتي على راسك الالم وزدتي على راسك. هنايا هاد التسوس ديال الاسنان واش كياثر على شي اعضاء اخرى من الذات ديالنا؟ وي كياثر خصوصا عند الناس اللي اصلا عندهم مشاكل صحيه. نعم. مثلا الناس اللي عندهم مشاكل في القلب اللي دايرين مثلا شي اباراي ديال القلب، او الناس اللي داير مثلا عندهم سكار كيكون يعني كيكون الوقع لنا شي تعفن كيكون صعيب باش انها تيكاتريزا. هاد الناس هادو الناس اللي لجؤوا لا شيميوثيرابي او لا راديوثيرابي من بعد ما كانوا كيعانيوا مثلا من الكانسير. هاد الناس هادو كاملين كيكون عندهم النظام ديالهم بوحديته دايوغ كيكونوا عارفين هادشي، لان الشخص اللي كان مريض بالقلب او لا مريض بالسكار او لا خضع لا شيميوثيرابي او لا راديوثيرابي او لا كيشرب بعض الادويه، فراه الطبيب ديالو عامه كيكون قايل ليه راه خاصك تمشي عند الطبيب ديال الاسنان قبل ما دير هادي او لا قبل ما دير هادي. دونك هادو كيكون عندهم سويفي ديالهم بوحديتو، وتا هما كيكونوا منتظمين لان عارفين العواقب الوخيمه اللي ممكن توقع الا خلاو شي تسوس حتى غرق. بحالاش مثلا الا كان مثلا الشخص داير شي اباري في القلب، دوك لي باكتيري اللي كيكونوا في الفم ممكن يدوزوا لينا للدوره الدمويه ويمشيو لينا لهذوك لي زاباراياج. الا وصلوا لاباراياج اللي كاين في القلب ممكن يعفنوه، هنا كنوليو في مشاكل اللي كبيره. الناس عاوتاني اللي عندهم سكر وخصوصا السكر الا ما كانش مقاد، الا كان مقدر ماشي مشكل، ولكن الا السكر كان ما مقادش فراه كنوليو عاوتاني في حوايج اخرى. الحميله مشات تمرض او السوسه غرقت بزاف، ولا عندنا تما جذوره متعفنين، وهذا فراه الشخص كيولي يعاني من الامراض في الفم اللي ما يمكنش انها تحبس، ما كاينش العلاج. نعم. دونك هادو مسائل اللي احنا تكلمنا عليهم غير اليوم باش اننا فتحنا شهيد المستمعين كموضوع عام على الاهميه ديال النظافه والحفاظ على الاسنان ديالنا، ونحترموا التنين ديال الوليدات ديالنا. يعني ملي تكون فتره ديال 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 الحليب او لا فتره ديال التنين راه خاصه واحد النظافه معينه، ماشي فقط نقولوا انهم راه صافي غيتبدلوا معليش، وهذا راه واخا غيتبدلوا خاصنا نحافظوا عليهم، يعني خاصهم يبقاو نقيين. واخا كاع نقولوا غادي نمشيو بهذا المنطق ديال راه ماشي مشكل غيتبدلوا، واحد الحاجه ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس هي ان الطفل فاش كيوصل للعمر ديال 6 سنين كتنوض ليه واحد الضرسه اللي حنا كنسميوها لا دون دو سيزون اللي ما كتبدلش، كتكون واحد الضرسه كبيره كتكون في الاخر ديال الفك في اليمين وفي اليسار وفي الفوق والتحت. هاد الضريسه هادي كتنوض في العمر ديال 6 سنين وما كتبدلش، هذيك سيتيون دون كي بيرمانونط. يعني الا مشات الطفل مسكين في العمر ديال 6 سنين توسات ليه وكانت السوسه ديالها غارقه، فراه داك السوسه راه غادي تبقى معاه حياته كامله الا مشات توصلت للعارقه ولا هذا. غنوليو اننا خاصنا نحيدوها، غنوليو خاصها التعويض، لان يوليو السنان يبداو يرجعوا للور، يعني غنرجعوا للفلاش ديال 6 سنين. ومسكين الطفل عنده 6 سنين كيبدا يعاني من هذا الشيء واحد العمر اللي هو مبكر. دونك النظافه ديال الاسنان، نقللوا من السكريات، نقللوا من هاد الامور اللي كتبقى في الفم ديالنا. الامهات المرضعات ردوا البال، الله يحسن العوان والصهيرو غيرها، ولكن ردوا البال لان ربما الم ساعه وساعتين حسن من الم ليالي. هذه مساله اللي هي مهمه. اليوم ناخذ منك خلاصه النصائح ديالك العامه لينا كاملين باش نحافظوا على صحه الاسنان. راه حنا بعض المرات مره كنبروسيو سناننا، مره لا، مره كنساو، راه ما نجيش نقول لك حنا المثال الواو الواعر، ولكن حنا ملي كيكونوا مع المختصين راه حنا كناخذوا معكم الفائده، وحتى حنا كنقولوا لا، راه حنا خاصنا فعلا كنقولوا نضربوا عليه يدينا باش انا نحافظوا على الصحه ديال السنينات ديالنا. اشنو النصائح ديالك العامه؟ النصيحه زعما القاعده الاولى اللي نقدر نعطي هي الحكام. راه هذاك لو جيست اللي هو بسيط واللي الناس كتهملوا راه ممكن يهنيك من بزاف الحوايج. ما تمشيش انت تفرش الاسنان ديالك تماما، تفرش الاسنان ديالك على الاقل جوج المرات في النهار. على الاقل جوج المرات في النهار حاول تحافظ على هذا الريتم. انا عارفه باللي صعيب بزاف ان الواحد يبقى شاد هذا الريتم يوميا، ولكن راه شر لا بد منه، ولا بد الانسان يلتزم بهذه المساله هذه ويدير يدير دي كونترول مراقبه مره عند طبيب ديال الاسنان، يمشي مره يدير غير كونترول يشوف واش كاينه شي حاجه، باش حتى لا كان شي حاجه كو سوا بالنسبه للشخص البالغ او للطفل يتداركها قبل ما يفوت الفوت.
قبل ما نوصلوا للدرجه ديال الحريق وما ما نخليش انا راسي حتى يجيني الحريق. صح. لان خصك اللي خص يعرفوا الناس هي انك ملي كتوصل للدرجه ديال الحريق راك وصلتي لواحد لواحد الدرجه اللي متقدمه في السوسه، دونك خصك تعالج قبل ما توصل للحريق. ما تخليش كوسوا بالنسبه للطفل ديالك ما تخليش حتى يقول لك اه رانا ضرتني سنه ولا هذا، خاص العلاج قبل. نعم، شفت واحد جوج ديال لي فيديو ديال ناس اللي اليوم كاينين في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو الاول فيه معلومه تقول انا ما خاصنيش نحك السنان ديالي بمجرد ما نوض من الناس، صح او غلط؟ واش خاصنا تنبداو تنفطروا ولا هذا عاد نفرشوا سناننا او لا؟ لا يعني بمجرد ما نوض غسلت وجهي غسلت فمي نحك سناني. انا كنصح المرضى ديالي بانهم يحكوا قبل ما يفطروا، قبل من الفطور، لان الفم كيكون عامر بزاف ديال البكتيريا اللي كتكون تجمعات لينا في الفم ديالنا في الليل كامل وحنا ناعسين. كنفيقوا في الصباح كنفطروا وكنصيفطوا داكشي للمعده ديالنا. عامه انا كنصح الناس يحكوا قبل الفطور، والا كانوا غيحكوا من بعد الاكل يتسناو على الاقل 30 دقيقه. نعم. من بعد الاكل، لان الحمضيه ديال الفم كتكون طالعه. دونك كنكونوا بلوس سوسيبتيبل اننا نخبشوا المينا ديال الاسنان، لان المينا ديال الاسنان ملي كيكونوا في واحد الوسط اللي هو حمضي دغيا دغيا كيبداو يتخبشوا. نعم. دونك 30 دقيقه من بعد الاكل عاد هذاك الحمضيه ديال الفم كتبدا كتنقص. نعم. دونك الا سوا الصباح قبل الفطور، الا كنتوا غادي تخليو مور الفطور 30 دقيقه من بعد. نعم. وشفت واحد لا فيديو عاود ديال كتعرفي انا بزاف الناس كيديروا بزاف الوصفات منزليه ديال باش نبيض سناني باش نقاد، غتكوني كتسمعي انا شفت وصفه انا استغربت ليها، ومني تفكرت انك غتكوني معنا قلت هذا السؤال غتسولوا ليها ولا ليها ليا. سمعت وصفه فيها بيكربونات ديال الصودا والخل. صافي هادشي غيكونوا الناس سمعوها. انا علاش قلت باش ناخذوا النصيحه من عندك؟ راه ما كايناش غير هاد الوصفه، كاين بزاف. لا عطيني انا غير بيكربونات ديال الصودا والخل. هادشي للاسف ونفرش بهم السنان ديالي. للاسف ما انا ما دابا انا كنتفهم علاش هاد الوصفات كينتشروا، لانهم فعلا كيعطوك واحد النتيجه لحظيه كيبانوا لك سنانك بياضوا، ولكن راك بحال شديتي جيكس وحكيتي سنان، يعني شي جديتي شي حاجه حرصه وحكيتي بالسنان ديالك. تماما، شديتي واحد الحاجه اللي هي هذا وضريتي المينا ديال الاسنان. المينا ديال الاسنان هي ديك الطبقه الفوقاني ديال السينات اللي كيخصنا نتعاملوا معاها، حيت هذيك الطبقه اش غنقول لك راه بحال الذهب في الفم ديالنا، الا مشات حتى تقاصت لك ولا مشات حتى تخبشات راه ما كتغيباغاش. نعم. ما كتعالجش راسها. دونك انت ملي كدير البيكربونات والخل راه تبارك الله راه كاع داكشي اللي كيكره المينا ديال الاسنان راك درتيه ليه. نعم. ما كيخصناش نديرو شي حاجه اللي تكون حمضيه ولا شي حاجه اللي حرشه فوق من السنان ديالنا. يعني حمضيه كنهضر على كاع المواد اللي هي حمضيه من المناضه من المناضه، يعني الا كنتي غتشربها خصك دو بريفيرونس انك دير لاباي اولا عصير الليمون اولا عصير الحامض، خاص ضروري لاباي باش تجنب ان داكشي يقيس لك نيشان المينا ديال الاسنان ديالك، زائد شي حاجه حرشه. نعم. يعني بحال دابا البيكربونات اولا الفخر مطحون اولا بزاف ديال الوصفات انا كنشوفهم للاسف الناس كيلجؤوا لهم، لانهم فعلا كيعطوك ديك النتيجه لحظيه لانك راك طيرتي داك الطبقه القداميه ديال الاسنان، ولكن راه او بو دو واحد دون كيلكو جو راك غادي تبدا تعاني من واش كيرجعوا بالصفوريه. كيرجعوا بالصفوريه تماما، لانك ملي كتخبش هذاك السطح ديال السنه فراك خلقتي واحد الوسط فين يزيدوا يشدوا البكتيريا اكثر وفين غيزيدوا السنان يصفروا اكثر، وانت غادي تعاود تلجأ لذاك الوصفه وغادي تبقى تدور في هذاك لو سيركل. السنان كيبداو يرجعوا يصفروا اكثر من قبل وكيولي كتولي لا سنسيبيليتي كتولي الحساسيه للاسنان. صح. لان راك خبشتي واحد السطح اللي نورمالمون كان حامي لك السنه ديالك وما مخليهاش انها تستقبل البروده وتستقبل السخونيه بشكل كبير. نعم، ممتاز. اللهم انك تبلغنا هادو معلومات خدينا من عندك. علاش؟ فعلا هاد المعلومه صراحه هاد الوصفه هادي من شتها انا تارتني، ماشي كونتخ السيده اللي قالتها او الشخص اللي قالها، انا ما عنديش علاقه، ولكن كمعلومه طبيه ومعنا ذوي الاختصاص قلت علاش لا ما نسولش بحالي بحال الناس. نعرف واش فعلا ملي كنقولوا التفاعل راه ديال الخل مع بيكربونات راه حاجات اللي كيتفاعلوا مع بعض، وتكلمتي على الحمضيه ديال الاسنان، فهاد الشيء علاش نتجنبوا هاد الاشياء ونحاولوا اننا نديروا الحاجات اللي هي كتليق الاسنان ديالنا ونحرصوا على النظافه ديالها.